سعيدة شرف ما شاء الله، يعني أنا من المعجبين بها، واللي مساعدها وهي ثقافتها، يعني ثقافتها اللي خلاها تكون، والفن بلا ثقافة يعني جهل، يعني الفنان لما يكون ما عنده ثقافة الله يستر الله يحفظ منه، كيمكن هما اللي كيبداو كيتسابوا بيناتهم، واللي كيبداو لأن ما كيلقاو وقت للفن كيبداو يتعايروا. حضرت لهذا الكليب، كليب أعجبني جميل جدا، عجبني اولا الفكره اللي دارتيني، اخترت واحد المناظر جميله، واخترت باش العين ترتاح ديال 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 المتفرج كيشوف داك الحاجه اللي ما كايناش هنايا في فرانكفورت، يعني مدينه جميله في المانيا. ثم زيد على ذلك مدير التصوير اللي صور، ثم زيد على ذلك المخرج كيفاش الاخراج كان رائع، ثم زيد على ذلك اللحن، ثم التوزيع. ولو ان بعض الاخوان قالوا الكلمات انا ابو الحب، يعني هذه الكلمه يعني هي ماشي كلمه يعني كتخرج من القلب، بزاف كيقولوا انا ابو الحب كيقولوها يعني كيضحك، ماشي هي كيف قالت ما كتحكمش على نفسها، ولكن كاع الا جاو يحكموا على هذا الحكم ديال هذا يمكن تقول لك شي اغنيه غديرها غيرت نظري. الحب هو كاين، كليب جميل ممتاز وانا كنهنيها، وهذا الكليب اظن غادي يمشي بعيد بالنسبه للعالم العربي. هو حضور كأخ كصديق كعلاقة كبيرة عندي مع سعيدة شرف من هذه السنين، وحصل لي الشرف أنني اشتغلت معها وشغلت معي كثير في دي سبيكتاكل، لا في المغرب ولا خارج المغرب بزاف، لأن سعيدة ماشي ستار في المغرب، راه سي اون ستار اليشيل انترناسيونال تبارك الله عليها. وهذا السينجل الجديد هو عمل جيد لأن الكلمات زوينة، والناس اللي اشتغلت معاهم تبارك الله من الاحسن الموسيقيين اللي كاينين دابا، لا كاتبين كلمات ولا عازفين ولا موزعين، هادو لي جون تبارك الله اللي دابا اليوم ساطعين بالخدمه ديالهم، والكلمه زوينه والايقاع خليجي، وهذا الايقاع مطلوب دابا في هذا الوقت. سعيد ان شاء الله سان بويت كان سوكسي، وجاي انا البوم اللي سمعت منه انا شي حوايج تبارك الله، سي دو تري تري بون ترافاي، تنتمنى لها كاع النجاح والتوفيق ان شاء الله في المسيره ديالها. اتغير وحير قلبي مع غبي العبي قدرت النية وكلت الرب العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.